المشروع هذا يتمثل في مضاعفة الطريق الوطنية عدد ثلاثة بين بير مشارقة وجبل الوسط. احنا الآن في جسر واد مليان في الطريق هذا، تكلفة الجسر هذا في حدود 1,500,000 دينار، دونك 1.5 مليار من المليمات التونسية، والمشروع الكل في حدود 12 مليون دينار. المشروع هذا انطلق في مارس 2016، والان احنا تقريبا في نسبة تقدم اشغال في حدود 95%، دونك ان شاء الله يتم القبول الوقتي في حدود معناها بعض الايامات ان شاء الله قبل موفى شهر مارس يتم القبول الوقتي للمشروع.